هنروح لخبر يخص تنس الطاوله، وزي ما قلت لحضراتكم ان لاعبتنا بشكل كبير جدا بيساندوا المنتخبات، وكان اكبر دليل عندنا السيدات 10 لاعبات من فريق السيدات لكره اليد بيشاركوا مع منتخب مصر 6 ايام او 5 ايام في الاسبوع، بيرجعوا لنا تمرينه واحده قبل المباريات. تنس الطاوله انت عندك بطوله العالم في الصين اللي هتتلعب في الفتره من 30 سبتمبر لحد 9 اكتوبر. عندنا 5 لعيبه 3 رجال و2 سيدات بيشاركوا مع منتخب مصر في بطوله العالم. مين هم؟ عندنا محمد البيلي، محمد شومان، وشادي مجدي. الثلاثه ابناء النادي الاهلي طالعين بطوله العالم مع المنتخب. وعلى فكره المنتخب يبقى 4 او 5 عشان بس ما ايه 4 او 5. فانت بتتكلم مينيمم 60% من قوام الرجال من مصر من النادي الاهلي. عندك في السيدات دينا مشرف طبعا اسطورتنا ونجمتنا الكبيره، وهنا جوده الاسطوره الصغيره طبعا اللي هي على قمه التصنيف 15 و19، وطبعا في السيدات في الحاجه و30 32 تقريبا على ما اتذكر بالنسبه للتصنيف على مستوى السيدات. اذا هنا بيجي دور النادي الاهلي في الدعم المنتخبات الوطنيه. وطبعا نفس اللعيبه دي ساهمت ومعاهم كمان لعيبه تانية في بطوله افريقيا اللي فاتت، ان احنا خدنا المركز الاول في بطولات افريقيا اللي فاتت بشكل كبير جدا، وساهمنا ان احنا نبقى في المركز الاول، ورانا بمراحل كبيره جدا او كبيره نيجيريا، ويجي تقريبا وراها الجزائر على ما اعتقد في بطوله تنس الطاوله، ما كانتش الذاكره يعني ايه تخني يعني. طيب مصر هتشارك في البطوله العربيه دي، عندنا بطوله العالم، انا اسف، هتشارك في بطوله العالم دي، وتصنيف المنتخب السيدات رقم 11 على العالم، وتصنيف منتخب الرجال رقم 15 على العالم. منتخبنا كان لسه فاز بطولة افريقيا زي ما قلت لحضراتكم رجال وسيدات، وكان نتائج مبهرة جدا 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 الحقيقة بشكل ابهر الناس كلها بطولة افريقيا. يا رب نعمل انجاز كويس في بطولة العالم ويبقى خطوة لقدام، لان احنا بنقرب بتنس الطاولة للعالمية. عندنا عمر عصر واخد مركز 5 في الاولمبيات، يعني احنا بنقرب من حدث تاريخي او انجاز تاريخي. نتمنى ليهم كل التوفيق سواء لعيبة النادي الاهلي او لعيبة منتخب مصر من الاندية الاخرى، وان شاء الله يرجعوا لنا بنتيجة جيدة جدا من بطولة العالم.